ينضم إلينا مراسل الغد من هناك حازم البنا. حازم، لم تلبث المظاهرات أن تنطلق إلى أن يسقط شهيد، ما التفاصيل لديك؟ يعني هذا السلوك الإسرائيلي المعتاد، رغم أن الأوضاع بدت هادية في البداية، حيث يعني تدفق المئات من المواطنين على الحدود الشرقية لقطاع غزة ويقومون بمظاهرات سلمية. هناك ليس هناك أي شكل من أشكال العنف، إلا أن يعني جيش الاحتلال كعادته يطلق النيران الحية وقنابل الغاز المسيلة للدموع. بالفعل هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحسب وزارة الصحة أفادت عن ارتقاء شهيد فلسطيني في منطقة شمال قطاع غزة في مخيم جباليا هناك، وأيضا ثلاث إصابات أخرى في صفوف المواطنين. هذا بطبيعة الحال سيزيد من حالة الاحتقان في صدور الشبان الفلسطينيين، ربما يدفعهم لمواجهات أعنف مع جيش الاحتلال، يرتقي شهداء آخرين، ربما إصابات أكثر في الجانب الفلسطيني، رغم أن تفاهمات التهدئة وكسر الحصار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية كانت تنص بشكل واضح على عدم إطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن جيش الاحتلال لا يتورع عن استخدام الانتهاكات المنظمة بحق المدنيين العزل في المناطق الحدودية، رغم أن هناك دعاوي كثيرة رفعت من قبل منظمات حقوق الإنسان لفتح تحقيقات في هذه الجرائم، إلا أنه ليس هناك أي صدى أو تجاوب سواء إسرائيلي أو دولي في مثل هذه الانتهاكات. حتى اللحظة المسيرات مستمرة والسلوك الإسرائيلي العنيف مستمر، وهناك إصرار فلسطيني أكثر على مواجهة هذه الانتهاكات والمضي أكثر في المشاركة الجماهيرية في هذه المسيرات حتى تحقيق المطلب الرئيسي بكسر الحصار وصد كل المخططات الإسرائيلية والأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. ومستمرون معك في متابعة كل التطورات لديك. شكرا جزيلا لك حازم البنا مراسل الغد، كنت معنا من قطاع غزة.